السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبيبنا الكرام مرة تانية في درس جديد من دروس قواعد الباترون. السلسلة دي بقدمها على قناة أبو يوسف الخياط. لو أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس. هنتعلم النهاردة درس جديد مهم جدا جدا، ناس كتير بتعاني منه المبتدئين، اللي هو طريقة ضبط أو عمل تطابق ما بين جيرو الكم وما بين الكم، او ما بين حردة الابط والكم. تمام، النهاردة ان شاء الله هقدم لكم طريقة سهلة جديدة علشان الناس اللي متشتتة في الحتة دي، طريقة سهلة جدا بإذن الله. هعمل لكم مقاس صدر بتاع شبيز او بلوزة كده، وان شاء الله يعني اعرفكم ازاي الطريقة دي بتطلع وبكل سهولة وبدون اي اخطاء. انا بعمل وليكن مثلا المقاسات اللي معايا دي تقديريه، بعمل مقاس مثلا الطول بتاع الشميز ده او البلوزه دي 60 سنتي، بزود 2 سنتي كمان تاني الديل او رافي الديل. تمام، والعرض بتاع محيط الصدر وليكن ان هو 50 سنتي. 50 سنتي دوت اللي هو نص دوران الصدر، يعني دوران الصدر كامل 100 سنتي. تمام، بعمل كده 25 سنتي، بعمل ربع صدر اهوت، ده كده 25 سنتي، وبزود 2 سنتي خياطات. تمام، يعني كده 27 سنتي. بشد خط كده، عملت مستطيل اهوت كده، انا عملت مستطيل زي ما انتوا شايفين. الطريقة دي ان شاء الله بإذن الله يعني هتلاقوا المعلومة ثبتت في دماغكم، وان شاء الله بإذن الله تطبقوها بعد الشرح على طول مباشرة، هتلاقوا نفسكم يعني احترفتوا طريقة عمل حردة الابط وبكل سهولة وبكل بساطة. انا مقدم شرح كامل على القناة بتاعتي برضو لطريقة عمل بطرون كامل للشميز او البلوزة، هسيب لكم الرابط بتاعه دلوقتي فوق دلوقتي في الاي، تضغطوا عليه مباشرة لو عايزين برضو تتابعوه. النهاردة هنقدم طريقة مفصلة لحردة الابط فقط. تمام، كده عملت مستطيل اهوت بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا اول حاجة اعملها عندي اشوف الكتف بتاعي كام سنتي. الكتف بتاعي عندي من العظمة للعظمة 40 سنتي، هاخد نص الكتف بس اللي هو 20 سنتي، علشان انا بعمل ربع يا جماعة ربع صدر، وبنزل سقوط 3 سنتي. تمام كده، تركيز كده مع بعض، وان شاء الله الدنيا سهلة خالص ما فيهاش اي صعوبة، وطبقوا الشرح يعني اوعدكم بعد يعني ما تتابعوا الشرح ده هتلاقوا نفسكم احترفتم طريقة عمل حردة الابط وبكل بساطة، هتلاقي الكم يطلع قد الجيرو بالظبط ومفيش اي مشاكل خالص. وهنتابع الكلام ده ونشوف عملي على الورق اهوت، وهنشوف الشكل العام في الاخر عامل ازاي بكل سهولة وكل بساطة. تمام، دوران اللياقة عندي احنا شرحناه قبل كده في الدرس بتاع قواعد الباترون، قلنا دوران اللياقة علشان اعرف او اعرف محيط انزل بالحردة بتاعت اللياقة دي قد ايه. انا بعمل مثلا وليكن اللياقة بتاعتي مثلا 40، بقسم على 5. تمام، 40 على 5، فهالتمانية فوق، وبعمل ممكن 8.5 تحت او 9 سنتي تحت، مفيش مشاكل خالص على حسب الدوران اللي عندي. تمام، وشرحنا الكلام ده شرح مفصل في درس بتاع قواعد الباترون، هسيب لكم برضو في اخر الفيديو كده، يعني في اخر الفيديو صورة كده مرسومة تضغطوا عليها تحول كل الفيديو مباشرة. هنا بقى بعد كده نقطة مهمة جدا جدا، ازاي انا بطلع السقوط بتاع جيرو الكم دوت، وبعرفه ازاي، وممكن الكم يطلع مثلا نازل مني، ممكن يطلع مثلا ضيق معايا، كل الكلام ده هنعرفه ازاي. في مثلا كذا طريقة نعرف بيها سقوط حردة الابط او سقوط الكم ده. انا عندي ممكن تعمل على طول مباشرة كده، تاخد نص الكتف 20 وتقوم جاي نازل 20 سنتي. تمام، نص الكتف بتاع ايه، الكتف بتاعنا كام، 40 سنتي، نص الكتف 20 سنتي، بنزل 20 سنتي من بعد الحردة اللي انا عملتها او 3 سنتي اللي انا نزلت بيهم في الكتف. تمام، بعمل 20 سنتي
كده دي طريقة تانية برضو، بس انا مش عايزكم تتشتتوا، انا عايز يعني ايه اسهل عليكم، وان شاء الله هنتعمق كده واحدة واحدة في الشغل واحدة واحدة، علشان التشتيت ده هيخليكم ما تعرفوش تحفظوا كده. انا حددت السقوط بتاع جيرو الكم بتاعي، وعرفنا ازاي بنطلعه، بنعمله نص الكتف، الكتف معانا 40، نزلت 20 سنتي، وال20 سنتي بعد ال3 سنتي بتوع سقوط او ميلان الكتف، تمام كده لحد كده تمام. طيب هنا برضو حتة مهمة جدا، الدوران اللي هو ده في بعض الناس بتعمله مفتوح وفي بعض الناس بتعمله ضيق، وامتى انا بعمله مفتوح وامتى انا بعمله ضيق؟ تمام، اول حاجة انا بنصف المسافة دي وبعملها، هي 20 سنتي، بعملها على 2 كده، وبدي علامة في النص 10 سنتي، وبدخل بيها لجوه 1 سنتي يا شباب، تمام، علشان ما تعمليش عبعبة في اثناء الخياطة، الاقي الصدر مشدود معايا كده والدنيا تمام. الميل بعد كده اللي هو ده، في ناس زي ما قلت لحضراتكم، في ناس بتعمله مفتوح شوية وناس بتعمله واسع شوية، بيعمل خلل وبيخلي الشكل العام سيء ومش كويس، تمام. هنقيس مثلا المسافة دي، هنلاقي عندنا احنا قلنا 25 سنتي، ده ربع الصدر، تمام، هنعمل 5 سنتي كده و5 سنتي كده، تمام، واعمل هيئة مربع يا شباب بالشكل ده، ولازم تلاحظوا ان انا سايب 2 سنتي خياطات في الجنب، يعني 5 في 5 كده، عملت مربع، هشد الميل ده كده بالشكل ده. وهنا النقطة دي بتبقى مهمة جدا، هنتطرق برضو فيها واحدة واحدة، علشان الجسم المليان تمام له حردة، والجسم الرفيع له حردة في الحتة دي، علشان الشكل العام يبقى كويس مفهوش ولا غلطة، تمام. انا طلعت حوالي 2.5 سنتي بتوع ال5 سنتي دول بالشكل ده، وهدور الدوران بتاعي بالريجة كده، والريجة لازم ال3 نقط دول يا شباب يتقابلوا مع بعض، 3 نقط دول يتقابلوا مع بعض علشان الدوران بتاع الجيرو بتاعي يبقى مظبوط وتمام. لو الجسم اللي قدامي بدين مليان بطلع لبره شوية كمان يا شباب، لو الجسم رفيع بنزل لجوه شوية. مهم ما تشتتوش نفسكم، واحدة واحدة كده مع بعض. الخط اللي هو اللي انا نصفته دوت في جيرو الكم ده، خلاص يبقى انا هشتغل على السنت اللي انا دخلته جوه. هنا التقسيم ده يعني بيبقى على حسب رؤيتك للزبون اللي قدامك، او الشخص اللي قدامك اللي انت او اللي انت بتعملي لها مثلا الشميز او البلوزة او القميص، تمام. اول حاجة انا بنصف المسافة دي من بعد جيرو الكم كده، وبدي نقطة كده او علامة بالماركة، تمام، بالقلم، وبدخل لجوه بقى على حسب الجسم اللي قدامي. في جسم قدامي له بطن، تمام، ممكن ما ادخلش حاجه خالص. في جسم قدامي رفيع ملوش بطن خالص، بضطر ان انا اجسم مظبوط واديله الشكل العام، او اديلها الشكل العام كويس، علشان تلبس البلوزه او الشميز بدون اي مشاكل، والشكل العام يبقى كويس جدا، تمام كده. كده الهام ده هامش كده هيبقى خارج، تمام، الخياطه. لو انا عايز اعمل الديل عدل بسيبه زي ما هو، لو انا عايز اعمل الديل لوران بطلع 4 سنتي كده وبدور الديل بتاعي. هنقص بقى مع بعض كده، هنسرع القص شوية علشان وقت الفيديو وقت حضراتكم ما يطولش عليكم، لازم انتوا اي حد بيهتم بالوقت بتاعكم خلاص تتفرجوا عليه، اي حد بيضيع وقتكم على الفاضي حتى لو انا ما تتفرجوش عليه، وقتك او وقتك من ذهب ما تضيعهوش في لحظة واحدة منه، العمر بيعدي يا جماعة كده بكل سهولة. هوت عملنا صدر للشميز او صدر للبلوزة اللي قدامنا او القميص عادي، مفيش مشاكل خالص. كل الكلام ده يعني هي النظرية واحدة، بتختلف بس بين الرجالي وبين الحريمي. الرجالي القلبة بتاعته بتبقى كبيرة شوية، بعملها 8 سنتي تقسيم
على 2 تبقى 4 سنتي، اما الحريم 3 سنتي اللي بسنتي ونص، ودوت علشان الصدر، ارتفاع الصدر عند الحريم او عند النساء. بدور الدوران بتاع الجيرو بتاعي بقى معايا هو، واشوفه طلع كام. 24 سنتي. 24 سنتي دول هقيس الكم بتاعي بقى. ونيجي هنا برضو نقطة مهمة جدا، زي ما قلت لحضراتكم الفيديو مهم جدا يا جماعة، كل نقطة فيه مهمة وانا بختصر والله علشان وقت حضراتكم. هنا انا عايز اعرف اطلع الكم بتاعي ازاي، واعرف اطلع العرض بتاع الكم بتاعي ازاي. تمام، اول حاجة العرض بتاع الكم بتاعي دوت انا بطلعه ازاي؟ بعمل دوران للزند بتاع الذراع يا جماعة. الزند دوت اللي هو تحت الكتف على طول، ودي تعتبر اعرض حتة في الذراع، وبعمل دوران وبزود عليه 4 سنتي. تمام، دوران الكم وبزود عليه 4 سنتي. انا عملت دوران الكم بتاعي طلع 36 سنتي، زودت 4 سنتي يبقى 40 سنتي. يا جماعة قسمت ال 40 سنتي على 2 يبقى اداني 20 سنتي. في طول الكم بتاعي، طول الكم بتاعي 56 سنتي. كده انا عملت برضو مستطيل. المستطيل دوت هنحوله لكم دلوقتي، كم للشميز او للقميص او للبلوزة، مفيش مشكلة خالص. ان شاء الله القناة بتاعتي او القناة بتاعتكو دي اسمها قناة ابو يوسف الخياط او ابو يوسف سوينج الخياط، دي بنقدم بيها فيها يعني الشروحات كلها بكل سهولة وكل بساطة. بندور لكم يا جماعة على اسهل طريقة علشان نوضح لكم كل شيء. لو عجبكم الشرح ما تنسوش طبعا تنضموا للقناة. كده عايز بقى اطلع، انا عملت كده حددت العرض بتاع الكم وحددت الطول بتاع الكم، عايز اطلع السقوط بتاع الكم ده اطلعه ازاي؟ طيب احنا قلنا دوران الزند بتاع الذراع بطلعه برضو من دوران الزند بتاع الذراع. يا جماعة دوران الزند بتاع الذراع قلنا معانا 36 سنتي، انا هنا مش هزود عليه حاجة، هناك زودت عشان عرض الكم زودت 4 سنتي، انا هنا مش هزود حاجة. هقسم على 3 يا جماعة، 36 على 3، 36 على 3 هيدينا 12 سنتي. تمام، ادانا كده 12 سنتي. شديت خط مايل كده بالشكل ده، ميل ده كده من 12 ل 13 سنتي. انا عملت مناصفة للخط المايل ده، عملت له قسمته 2 يعني. هرجع اقسم دوت تاني واخليه برضو اقسم من هنا، النص ده قسمته 2، النص اللي فوق برضو هقسمه 2، وهدي نقطة كده بالقلم. هطلع فوق كده 1.5 سنتي يا شباب من هنا، من 2 سنتي او 1.5 سنتي مفيش مشاكل خالص. هنا برضو تحت بنزل نفس القيمة 1.5 سنتي يا شباب بالشكل ده كده. لازم انا بقى اعمل توافق ما بين النقط دي وبعضها، واخلي الدوران بتاعي النقطة اللي هي اللي في النص دي اهي بالشكل ده، القلم يجي عليها بالظبط كده، وبدور الدوران بالشكل الجميل ده بكل سهولة اهوت وبكل بساطة، مفيش مشاكل خالص. الدنيا سهلة، بس اللي يوضح بطريقة مميزة وسهلة. تمام، يعني في مدرسين كتير بتشرح، بس المدرس اللي بيوصل المعلومة دوت يعتبر يعني بنقول عليه مدرس مميز. تمام، نيجي بعد كده للمعصم بتاع الايد او دوران الريست بتاع الايد. انا بطلعه ازاي؟ هاخد بالمزورة كده دور دوران على ريست الايد او المعصم كده، واقسمه على 2. هاخد الدوران بتاع المعصم وازود عليه 4 سنتي تريح. تمام، وخياطات، تريح وخياطات. دوران المعصم اهوت بكرر تاني عشان محدش يتلخبط، بعمل كده وبزود تمام 4 سنتي اهوت عليه، وبقسم على 2. تمام، طلع معانا 12 سنتي. 12 سنتي، 24 قسمت على 2 بقى 12 سنتي يا شباب. كده انا حددت المعصم بتاع الايد. لو انا هنا بقى عايز اعمل
مثلا كسر كتير، كسرتين ولا حاجة، بزود شوية، اعمل حساب الكسر. تمام، لو انا مش هعمل كسر يعني عادي بخلي المقاس زي ما هو، لو هعمل كسرة واحدة اعمل حسابها. وفي بعض الناس بتبقى عايزة تعمل كسرتين تدي شكل كده في الكم، عادي بعمل حسابهم برضو 4 سنتي ولا حاجة بالشكل ده. كده انا رسمت الكم اهوت يا شباب، ونقيس بقى الجيرو بتاعنا كده نشوفه هيتطابق مع حدة الابط ولا لا. بسم الله ما شاء الله هتلاقوه تمام، وهنشوفه دلوقتي على الطبيعة مع بعض وهنطبقه على حردة الابط وهنشوف الدنيا عاملة ازاي. هنقص كده ونخلي بالنا برضو في حتة تركية هنا اقول لكم عليها، زي ما قلت لحضراتكم كل حتة في الفيديو مهمة انا بوضحها ليكم. نقص الكم كده بالظبط زي ما احنا ماشيين. خياطات بتاعتنا يا جماعة، بلاقي بعض الناس بتسأل على الخياطات وكده. خياطات يا جماعة الكشتورة بتاعت المكنة دي بتبقى عبارة عن 1 سنتي بس فقط لا غير، يعني دي ما فيهاش مشكلة خالص يا جماعة. الحاجات البسيطة دي لازم تكونوا يعني واخدين بالكم منها. هنا بقى الصدر بتاعي لازم انا اميزه عن الظهر، ولازم السنتي اللي انا دخلته جوه يا شباب، سنتي اللي انا دخلته جوه بطلع خليه من الصدر هناك طالع. والظهر برضو بنلاقي يعني انا قصص شرح الكلام ده في الشرح كامل في الفيديو اللي انا هسيبه لكم في اخر الفيديو ده. اخر فيديو كده هتلاقي صورة مرسوم عليها قواعد الباترون، تضغطوا عليها هتحولكم للشرح كامل، هتلاقوا الدنيا معاكم تمام، هتفهموا الكلام ده كله. انا مش عايز اطول عليكم في الفيديو ده، الفيديو ده يعني مخصص لعمل حردة الابط، وهنقيس مع بعض كده بالشكل ده هوت يا شباب، ونشوف التطابق ده مظبوط ولا لا، في مشاكل ولا طالع مظبوط، هنشوف الكلام ده عملي مع بعض زي ما يعني الناس اللي بتعلمنا عادة يعني قالوا لنا، قالوا لا مش هيتظبط على البنك، مش هيتظبط على المكن. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، حاجة يعني تحفة، يعني حاجة كويسة جدا. يعني الناس اللي هي تابعتني لحد دلوقتي انا بشكرهم من قلبي، وبتمنى لكم يعني مثلا التوفيق والنجاح. والى اللقاء فيديوهات قادمة، تابعوني ابو يوسف الخياط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.